طيب الحين بس العذر اللي بدينا قلت لنا. الفيديو، اوكي يا جماعة دقني، اوكي، وطبعا اسجل من برنامج سيف. قول هلا. هلا اهلين، السلام عليكم. وعليكم السلام. انت اوكي صور تستعمل؟ هي صور صدق. لا، برنت برنت برنت، مو شيء افا، جديد. لا لا، عيد عيد، مقدمة. لا، مقدمة مقدمة. السلام لا عليكم. لا، المقدمة بس هي قبل الفيديو، بعد الفيديو. يلا يا جماعة دخلنا على بث. يلا يا جماعة باقي دقيقة وكم من ثانية، الفيديو بادي عليه 6 دقايق. طبعا بقول لكم شيء يا جماعة، اخبار فيفا بتنزل في الفيديو اللي بعده. هالفيديو ما بدقق فيه وايد، يعني بدقق على حسب الاشياء اللي تشوفها في الفيديو، والاخبار اللي انا اجيبها يعني مصادرها يا تكون من اي اي، او يا تكون من مواقع اي اي، او انها تكون من حسابات الانستغرام كريمود وهالحسابات والتمت تيم. اوكي الحين باقي 55 ثانية تقريبا. سيف انت بادي عندك؟ ايه اوكي، بعد بعد كم ثانية؟ 40. ها؟ 40. 40. نفسي. طبعا احنا نسجل من 3 اماكن، فمقدروا تعبي بلايك. اذا انت مو مشترك في القناة، 92 نسبة الناس اللي مو مشتركين في القناة، اشترك في القناة و شو تتغير؟ اشترك في القناة. فاهم؟ حاليا باقي 15 ثانية عندنا. اوكي بعد شوية. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. فاهم؟ اوكي يلا بدينا البث. كريم مود اول شي شفناه، وهذا مدربين، وهذا سكيب طبعا. اوه جميل، وهذا مباريات. اوكي انا ما دققت على هالشيء. ها هو طريقة السكيب، شيء حلو. زين تسديده هذا حول. اه جميل. Keep an eye on match stats and player performance levels. And بعد وايد جرافيكس واحد جميل جدا. ويقولون بينزلون خاصية player development، تطوير اللاعبين. الحين تطوير اللاعبين بطريقة يعني عميقة أكثر. And new development plans give you okay. control over each player's growth to help you build your squad's attributes to match your style of play. ما شاء الله. تأكتر تريني. أوه ممكن في تدريبات أكثر. القوائم شفنا شوي متغيرة. واو قوائم جدا متغيرة. صراحة. أتوقع مع البريمير ليج نفسه. أوكي. Okay. Then boost it with group training sessions, صراحة ممكن انه يعني الحين بنصير ما نفهم في الكريم مود. انا الكريم مود كان بعد ما شاء الله يعني عارف. اوكي اوه في اشياء جديدة الحين. المفاوضات، طريقة مفاوضات جديدة. طبعا يا جماعة هذه بس ردة فعل، ما بدقق على الأشياء وايد. التدقيق بيكون في فيديو ثاني، في فيديو الأخبار، بنتكلم عن كل شيء ممكن. وهني اوكي تدريبات صارت شوي أكثر. كلمات صحيح، كلمات صحيح. يا حاليا وقفت التريلر عندي، انا خلص. اظن ما في ولا شيء جديد الا غير الجرافكس وتحديث الاطقم والتدريبات. ما شفت اي شيء جديد ولا سكيب، ما
ما شفت وما ما الطريقة شفت حتى الكور الثاني، الطريقة ما شفت الجديدة اليمين. للتعاقدات. هي هو في يمكن خيارات نحن ما شفناها بالفيديو، اكيد اكيد اي هو فيه ممكن اكيد ممكن في اشياء اكثر يعني. الخيارات اكيد فيه، اما اشياء ثانية ما ادري ليش ما اعلنوا عليه صراحة في يعني الاطوار كنا الجديدة. انا اشوف اني كنت متحمس وايد، بس مو كان على الفاضي. هي كل يعني ما الحماس كان على شفنا، الفاضي. كان في اخبار تقول، ما شفنا اشياء وايد. كانت في اخبار تقول ان ابطال اسيا بينضاف الفيفا، المشكلة ان فيه لا، ومقالة ابطال البطولات اللي اسيا، بتنضاف. ابطال اسيا بيتم في بيس، ما بيروح لفيفا، تأكد؟ متأكد. ما ادري زين ليش ما اعلنوا يعني عن وايد اشياء بعد يعني. اتوقع ان القوائم ايضا تغيرت، وما ايضا كل شيء ممكن بحطه في بالنسبة للصور، بحطهم كلهم في فيديو الاخبار. اوه صح اوكي. عمر، هلا. عمر لحظة، هاي فيديو مود شو يسمونه؟ نسيت كريم مود. هي انا كيف كذا. لا اوكي استغفر الله العظيم، اوكي استغفر الله العظيم، يلا يلا يا تعال جماعة، ما فيه. حاليا بنخلص الفيديو هنا. انا وصلت الفيديو، اتمنى انك استمتعته. انا اسجل من 3 اماكن، قدروا وايضا تعبنا لا تنس، وقد تعبنا باللايك وزر الاشتراك لو انت مو مشترك. مع السلامة.